السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة. مرحبا ألف معكم أستر. طبعا لا جايب لكم لعبة ورزون طور الصراع. هذا الطور مرة جبار، فأنا طول الوقت ألعب بالعصاية. اللي عنده العصاية يجرب، والله في قمة المتعة جد. أمشي ونطح وأمشي وأضرب وأمشي وشخف العالم كله. يعني تقريبا أنا قتلت تقريبا كل جيم ألعبه ما بين 20 إلى تقريبا 40 كل اجيب في الجيم بالعصاية، بس مو سلاح، بالعصاية. والله حماس. خلي معاك قبة الدخان وعصاية ودرع في ظهرك واركض. اذا شفت العدو قدامك لا تروح له سيدة، روح يمين يسار يمين يسار يمين يسار يمين يسار، زحلق نط يمين يسار يمين يسار. والله شيء ممتع. وخليكم مع المقطع، اللي ما اشترك اشترك، فعل زر الجرس، ونشوفكم على خير. استمتع بالمشاهدة.